السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الآيس كريم روعة بالمانجا والفراولة. كيجي منعش وسهل، وأهم شيء أنه كيتحضر في دقائق جد قليلة. نمر الآن تعرفوا المكونات والخطوات. بالنسبة للمكونات الأولية، عندنا فقط مكونين. الأول هو القشدة الطرية، عندي هنا 300 مليلتر من القشدة الطرية أي كريم فريش. ودائما القشدة الطرية ضروري ما تكون باردة جيدا قبل ما نشتغلوا بها في جميع وصفاتنا. وعندي هنا 150 مليلتر من الحليب المركز المحلى، اللي تهو من الاحسن يكون بارد، ويعني كتبقى الكميه ديالو كتخالف يعني من شخص لاخر، يعني على حسب الحلاوه اللي كترغبوا فيها. ونمر الان للتحضير. في الطراب الكهربائي قمت بوضع كميه القشده الطريه اللي غادي نقوم بتطريبها على سرعه عاليه ولمدة 3 الى 4 دقائق حتى يتضاعف الحجم ديالها ويصبح القوام ديالها كثيف. بعد ما طربته لمدة 3 دقائق حتى صبح القوام ديالو عاقد وثقيل كيف ما كتلاحظوا، خاص القوام ديالو يصبح هكا. الان غادي نبداو نطربوا فيه المره الثانيه مع اضافه الحليب مركز محلى قليل بقليل كيف ما كتلاحظوا، ومره مره يعني حاولي دوقي شوفي واش وصلتي الحلاوه اللي رغبتي فيها، لان كاين العديد من الناس ما كيبغيوش الايس كريم ديالهم او الحلويات بصفه عامه تكون حلوه. ها هي الكريمه ديالنا صبحت جاهزه. وبالنسبه للحليب مركز محلى، فانا كيف ما كتلاحظوا هنايا ما ضفتش الكميه كلها، لانني ذقته جاتني الحلاوه اللي كنبغي انايا هي هذيك، يعني الذوق كيختلف من شخص لاخر. والان غادي ندخل انا الكريمه للثلاجه ونمروا باش نحضروا الفواكه اللي غادي نرافقوا بها الايس كريم. بالنسبه للفواكه اللي غادي نرافق بهم الايس كريم، عندي هنايا كميه ديال الفراوله، يمكن لك تعمليها تعوضيها يا اما بطريه تكون بارده جيدا، او يمكن لك تعوضيها كذلك بالمجمده. وعندي هنايا كميه ديال المانجا، تقريبا حبه متوسطه ديال المانجا اللي سبق لي وعملت معكم الطريقه ديال الاحتفاظ بها في المجمد، هي والفراوله وفواكه اخرى، فهذه جبتها من المجمد كانت عندي. غادي ناخذ في الطحه الكهربائي، نبداو مثلا بالمانجا، غادي نوضع كميه المانجا فيه، وغادي نضيف ليها تقريبا 3 المعالق كبار ديال العصير البرتقال باش يسهل علينا الطحن ديالها. وها هي البيوري الان ديال المانجا، صبحات جاهزه كيف ما كتلاحظوا، كيكون القوام ديالها ثقيل هكا ديالها، يعني هكا عن قرب كيف ما كتلاحظوا قوام ثقيل جدا لانها كانت مجمده. يعني الفواكه فاش كتكون مجمده يعني كيكون القوام ديالها كتعطينا واحد القوام احسن من الفواكه العاديه. فهنايا عندي الفراوله، غادي نقوم بطحنها يعني بنفس الطريقه، ولكن ما غادي نضيف لها لا عصير ولا اي شيء لانها طريه، يعني غادي تحلنا بسهوله المانجا لانها كانت مجمده. لذلك قمت باضافه 3 ملاعق كبيره من عصير البرتقال. غادي نمر الان لطحن الفراوله والتقيو بعد ذلك. وها هي الفراوله ديالنا كذلك صبحت جاهزه كيف ما كتلاحظوا، كيجي القوام ديالها هكا يعني حتى هو ثقيل قليلا. قمت باخراج القشده الطريه من الثلاجه، باش غادي نقوموا الان باضافه كميه منها في كل من الفراوله والمانجا. وغادي نبداو ندمجوها معاهم شويه، يعني بلا ما نحاولوا اننا نكسروا القوام ديال القشده الطريه، نبداو نحركوا هكا من الاسفل الى الاعلى. والان كيف ما كتلاحظوا، بعد ما دمجت الفراوله جيده مع القشده الطريه واحتفظوا على داك القوام الثقيل ديالهم، غادي نتركوه الان جانبا وغادي نمروا نعملوا نفس الطريقه بالنسبه للمانجا. وها هو ايس كريم ديال المانجا كذلك، يعني صباح جاهز، غادي نتركو جانبا وغادي ناخذ ايس كريم ديال الفراوله. فانتوما كيبقى لكم الاختيار، يا اما تحتفظوا به هكا، يا اما تاخذوا قطع من الفراوله وتقطعوها صغيره وتضيفوها لهم، كتعطيه مذاق روعه، يعني كتحسوا بهذوك الطريفات ديال الفراوله، ونفس الشيء كيعطيه منظر جميل يعني في التقديم ديالو. وانتم يعني كيبقى لكم الاختيار، فانا فضلت انني نضيف لي هذا التوت البري، هذا الاسود هذا اللي صغير، غادي نضيفو ليه حتى هو كيعطيه منظر جميل. وانتم يعني فقط انا كنقترح عليكم، وانتم يعني كتضيفوا اللي بغيتو.
والان ما بقى ليا الا نغطي عليهم يا اما بالغطاء الخاص بالاناء اللي غادي تستعمليه، او الا ما كانش عندك يعني فقط اكتفي بالبلاستيك الغذائي، ولكن حكمي الاغلاق ديالهم باش ما كيشموش الريحه ديال المجمد. غادي ندخلهم المجمد لبضع ساعات، يعني تقريبا ساعه ساعتين، يعني انت غادي تراقبي وتشوفي منين تحسي بانه شد القوام ديالو، عاد غادي تقدميه ولتقيه باش نشوفوا الشكل النهائي. وهو الايس كريم ديالي الان صبح جاهز بعد ما قمت باخراجه من المجمد، فيعني يمكن لكم تحتفظوا به في المجمد لعده اسابيع كيبقى مزيان. ويعني هذا النكهات اللي استعملت اليوم ديال الفراوله والمانجا كتجي فعلا روعه، نتمنى انكم تجربوها، اكيد انها غادي تعجبكم بزاف وتعجب كذلك العائلات ديالكم. وكما تابعتوا معايا يعني المكونات اللي كنحتاجو جد بسيطه، وكيبقى لك الاختيار تعملي انت الفواكه اللي بغيتي، يعني الفواكه ديال الموسم. وهكا يعني بالنسبه للصيف كيجي منعش بزاف واقتصادي. نتمنى انكم تجربوه، ما تنساوش تشاركوا مع اصدقائكم واحبابكم. وعلى فكره واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها، هو الا بغيتوا ان الايس كريم ديالكم يعني منين تحطوه العائله او الضيوف ما يذوبش بسرعه، فالكؤوس احتفظوا بهم في الثلاجه يعني لبضع ساعات قبل ما تقدموه، هكا كيحتفظ لكم على هذيك درجه الحراره ديال الايس كريم، وكيبقى يعني ما كيذوبش لكم بسرعه. نتمنى ان الفكره كذلك تكون نالت اعجابكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.